السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة نيو تيبس تي في حلقة جديدة، والتي سنحاول من خلالها معرفة كيفية برمجة إيقاف تشغيل جهاز كمبيوتر بعد مدة معينة. يعني كثير من الأحيان نضطر فيها إلى انتظار انتهاء عمل معين من أجل إيقاف تشغيل الجهاز، مثلا تحميل برنامج أو نقل ملفات أو غير ذلك، التي تتطلب في غالب الأحيان مدة زمنية معينة نضطر فيها إلى إبقاء الجهاز مشتغلا، رغم أن المدة المطلوبة هي فقط ساعة أو ساعتين أو ثلاث. سنعرض لكم في هذه الحلقة طريقة رائعة وجد سهلة تمكنك من برمجة إيقاف التشغيل بعد مدة أنت من يحددها. إذا الطريقة الأولى، وهي بالنسبة للأفراد الذين نادرا ما يحتاجون إلى ترك الجهاز في حالة الاشتغال من أجل التحميل أو من أجل نقل ملفات أو غير ذلك، هي كما يلي: سي ام دي، نذهب هنا ديماري سي ام دي الكوموند يعني، وسنكتب ما يلي: شوت داون اسباس ناقص اس اسباس ناقص ثم الزمن الذي نحدده. الزمن هنا هو بالثواني، أي لو نريد إيقاف التشغيل بعد دقيقة سنكتب فقط 60 ثانية، بعد ساعة ستكون مثلا 60 في 60، ولست تكون 3600. سنستعمل 3600 مثلا، 3600 ثانية، أي إيقاف التشغيل بعد ساعة. ثم أنطري. Vous allez être déconnecté. Windows va s'arrêter dans 60 minutes. أي بعد ساعة بالضبط سيتم إيقاف التشغيل. هذه بالنسبة بالطريقة الأولى. لو تريد إلغاء مثلاً لو تريد إلغاء مثلا إيقاف التشغيل، فقط ضع الكوموند التالي: شوت داون ناقص أ، خلاص فيرميتور دو سيسيون أنيلي. هذه بالنسبة للطريقة الأولى. الطريقة الثانية بالنسبة للأشخاص الذين غالبا ما يحتاجون إلى ترك الجهاز مشتغلا من أجل التحميل أو من أجل نقل ملفات. الطريقة كما يلي: كليك دروات نوفو راكورسي، ماذا نكتب في هذا الراكورسي؟ نكتب طريقة شوت، ما كتبنا في الكوموند شوت داون، لكن هنا او اكس او من اجل تشغيل برنامج الشوت داون ناقص اس ناقص تي، ثم المدة التي هي 3600 أو غير ذلك كما أردتم، المهم أن الزمن يكون بالثواني هنا. سويفون سنسميها شوت داون واحد آش، يعني بعد ساعة. هذه الأيقونة هي بمثابة وقف تشغيل الجهاز بعد ساعة من الزمن، يمكنك تغيير شكلها أو كما أردت من البروبريتي شانج إيكون، ضع ما شئت مثلا هذه. خلاص أنت هكذا برمجت أيقونة لإيقاف التشغيل بعد ساعة. لو نضغط عليها هكذا سيتم إيقاف تشغيل جهاز كمبيوتر بعد ساعة بالضبط. نفس الطريقة بالنسبة للأنيلي، إلغاء إيقاف التشغيل، هي شوت داون نقطة أو إكس أو إسباس ناقص أ، لا تنسى الإسباس وإلا الكوموند لن تنجح معك. سيفون نسميه أنيلي. ترميني ونغير الأيقونة.
أيقونة أرت، يعني أيقونة قريبة من الإلغاء أو أي شيء مثل هذا. مثلا سأضع هذه، أنت حر يعني في اختيار الأيقونات. إذا سنضع هذه هنا وهذه هنا. بالنسبة للإلغاء سوف نلغي، بالنسبة للإطفاء سوف يتبرمج من أجل الإطفاء. إذا هكذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات. لا تنسى الاشتراك بالقناة نيو تيبس تي في، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.